تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة موجهة لجميع شركات الإنتاج على مستوى الجمهورية. النهاردة يا جماعة أنا بعرض أرض 10 فدان. ال10 فدان دول لتصوير السينمائي، تصوير كليبات، تصوير سيت كوم، أي تصوير لأي شركة إنتاج موجودة عندنا في الكمباوند بتاعنا. الكمباوند بتاعنا عبارة عن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أي شركة إنتاج عايزة تصور متوفر عندنا جميع الإمكانيات من ناحية الأساسيات. المكان فيه 5 عماير أو 5 أماكن. ال5 أماكن دول متوفر فيهم كل الإمكانيات، من غرف نوم لمكاتب لصالونات لمطبخ لبوفيه، وفي نفس الوقت في إدارة. الإدارة دي حضراتكم طبعاً ده الريسبشن بتاع الكمباوند الجميل دوت، اللي هو اتفضلوا معانا. 1 الصديق المكان ده يا جماعة، 1 الصديق بيمتلك أكبر مميزات لشركة إنتاج وبيوفر لها التنقلات بالنسبة للتصوير. عندنا موجود في مسجد على أعلى مستوى، وهننتقل بعد كده هوت إلى المكاتب. بسم الله. هنا غرفة نوم، غرفة نوم شاملة، سرير اللاب بتاعها على أعلى مستوى. في هنا دبليو سي، دي التصوير بالنسبة لشركات الإنتاج. فضل حمد بيه. هنبدأ دلوقتي هنتوجه إلى، في عندنا يا جماعة حديقة حيوان، وعندنا 2 حمام سباحة، وفي موجود ملاهي، وفي عندنا مبنى كافيتيريا قهوة كوفي شوب. في عندنا طبعا شايفين المدخل عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنتوجه دلوقتي يا محمد بيه ليه؟ على حديقة الحيوان. على حديقة الحيوان. طبعا يا جماعة عقبال لما نوصل لحديقة الحيوان، يعني نعمل قطع يا محمد بيه لغاية لما نوصل لحديقة الحيوان. أكشن. دلوقتي هنتوجه لحديقة الحيوان. نبدأ عندنا يا جماعة نبدأ بالنعام محمد بيه. النعام دي في 1 الصديق في العبور. طبعا المكان يا جماعه كله الارض موجود فيها خضروات وفاكهه من جميع انواع الفاكهه وجميع انواع الخضروات. ادي برتقال كده بس الحمد لله خلص. نتوجه الى حديقه الحيوان. حديقه الحيوان في نعام، ونيجي بعد كده نتوجه الى فضل حمد بيه. الطيور يا سعادتك بارك تبقى مستمر. طاووس ده يا جماعه موجه لشركات الانتاج اللي بتروح تأجر فلل. انت عندك جميع الامكانيات عندنا في المكان. اتفضل يا حمد بيه. هنيجي دي عندنا في نسانيس، موجود برضك في نسانيس يا محمد اهو. اتفضل يا حمد بيه. بعد كده هنتوجه الى الغزال.
في موجود غزال يا جماعه كمان، وفي بط يا جماعه. الرساله دي لشركات الانتاج. نيجي هنا ليه؟ الله تور. اتفضل يا باشا. هنا برضو فيه يا جماعة بط، يعني عايز اقول الامكانيات الحمد لله بالنسبة لحديقة حيوان موجودة، مسجد موجود، في عندنا اتنين حمام سباحة. اوي اكشن تشتغله اكشن. هنا طبعا يا جماعة في اتنين حمام سباحة على اعلى مستوى، المقابل ليهم فيه كافيتيريا وقهوة وكوفي شوب، يعني ممكن في التصوير القهوة موجودة والكوفي شوب موجود والحمامات السباحة موجودة اهي قدامكم. اهي ادي حمام سباحة. طبعا بصوا المنظر العام، وفي كمان مسرح روماني. المسرح الروماني يا جماعة بيسع 300 كرسي. ده المسرح الروماني. تمام محمد بيه، نتوجه بقى لحمام السباحة. هنا بقى نبص على اليمين اهو، في مبنى مكونة من اللي قلت عليها الكافيتيريا والكوفي شوب، يعني لو التصوير محتاج قهوة كافيتيريا موجود، وادي المبنى كاملة اهيت، وده حمام السباحة، وفي حمام سباحة تاني قدام صغير. زاد على كده يا جماعة موجود ادي الكافيتيريا وقهوة ومطعم، يعني شركة، يعني قطاع الانتاج نفسه هو. زاد على كده بقى ادي حمام السباحة التاني اهو، محمد بيه حمام السباحة التاني اهو. طبعا ادي بصوا يا جماعة في بردك هنا مطبخ امريكاني يعتبر طبعا جنب حمام السباحة. في عندنا هنا في ملاهي كمان، يعني داخل العشرة فدان في واحد الصديق في ملاهي. المباني اللي قدامكم دي يا جماعه كلها دي فيها اساس، فيها سراير، فيها دواليب، في ريسبشن، في قاعه للمؤتمرات، وفي مطبخ على اعلى مستوى، وفي شيف، وفي عماله بجد، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم. محمد بيه نتوجه دلوقتي على الريسبشن من فضل سعادتك. هنا طبعا المبنى الثاني في ريسبشن، اتفضلوا. ده ريسبشن يا جماعه، ادي صالون، في عندنا برضك دلوقتي مكتب ميتنج. اتفضل يا محمد بيه. طبعا الادوار اللي فوق، الادوار اللي فوق كلها يا جماعه بردك اوض نوم مجهزه للتصوير لوكيشن. نيجي هنا في مطعم، يعني لو الاخوه الزملاء الانتاج عايزين ياكلوا، عايزين يقعدوا، عايزين اجتماع يقعدوا لهوت. نيجي بعد على هيك بعد كده على اهم حاجه وهي قاعه المؤتمرات. قاعه المؤتمرات تصلح، اتفضل يا محمد بيه. قاعة المؤتمرات يا جماعة تصلح لشهادة تخرج، ماجستير، دكتوراه، لاجتماعات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجهزة على أعلى مستوى، يعني النهارده المخرج أو الإنتاج مش هيحتاجه ان هم يروحوا يصوروا في مكان، ينقلوا كاميراتهم من كاميرات ويروحوا يصوروا بنت حيوانات، يروحوا يصوروا في ملاهي. المكان هنا 10 فدان فيهم خمس مباني مجهزين على اعلى مستوى، من سراير، صالون، انتريه، ريسبشن، قاعه مؤتمرات، في حديقه حيوانات، في ملاهي، في مسجد كبير، في مسرح روماني. فاللي انا عايز اوصله لكم ان المكان ده
سعره اقل مليون مره من اي ايجار فيلا خارج خارج المكان ده. يعني انا عايز اوصله التواصل، انا مدير التسويق المكان اشرف الديب، ممثل 012-2-99-180-99 012-2-99-180-99. يعني ابسط لكم المقوله، يعني اقل سعر، يعني لو شركه الانتاج بتاخد سين من مكان ب 40,000 ولا ب 50,000 ولا ب 30، احنا اقل من الكلام ده كله 50%. وتشرفونا وتحت امركم. ميرسي جدا دكتور محمد سلامه ابن عم حبيبي صاحب المكان، والمكان دوت هو يعني بجد انا ما جيت انشرح صدري، وبجد بشكرك جدا جدا ان انت متعتنا بامكانياتك العمليه داخل المكان. المكان فين بقى محمد؟ جمعيه احمد عرابي، جمعيه احمد عرابي، مدينه العبور، مدينه العبور، خط 3 جنوب، خط 3 جنوب، دار الصديق، واحد الصديق، واحد الصديق اللي ياخد انشطه. فيا جماعه بجد اي شركه انتاج هتشوف الكلام دوت على طول انا واثق انها هتكلم لي، لان المكان ده يا جماعه بجد فخر لاي شركه انتاج. هم 10 فدان موالح، خضروات، فاكهه، حمام سباحه، مسرح روماني، مسجد، ملاهي، حديقه حيوان، ارض زراعيه، ملعب كوره. يمكن احنا ما استخدمناش ملعب الكوره بس في ملعب كوره. وطبعا تمنياتنا بالتوفيق، شرفونا، ميرسي جدا، السلام عليكم.